Welcome to Tarsana's videos. To read all of our full articles and watch our videos, visit the website www.tarsana.net. And don't hesitate to write to us or comment on the subject. ترسانة في 5 نوفمبر 2005 مقالا عن دبابة الخالد الباكستانية لقد مر الآن عشرون عاما منذ أن تبنى الجيش الباكستاني هذه الدبابة القتالية الثقيلة المصممة وطنيا لذلك يمكننا القول أن هذه الدبابة وصلت إلى مرحلة النضوج ومن هنا فائده اعاده تحديث ما نعرفه عن هذا المنتج الرائد للصناعه العسكريه الباكستانيه. دخلت هذه الدبابه قيد الانتاج في عام 2001 وفقا للمصادر، واخذت اسمها من الجنرال المسلم خالد ابن الوليد، او ببساطه من احد الاسماء ال 99 الذي ينسبها المسلمون الى الله عز وجل. هذه المركبة المدرعة التي خلفت دبابة الزرار تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة الصناعات الثقيلة تكسيلة في باكستان لم يكن المهندسون والعسكريون الباكستانيون في ذلك الوقت خائفين من الادعاء بأن هذه واحدة من أفضل الدبابات في العالم تم تصميم هذه الدبابة البالغة 46 طنا بشكل واضح لتكون متفوقة على نظيرها الهندي والخصم المحتمل أرجون ولهذا السبب استفادت الخالد من أفضل التقنيات في اكتشاف مدرعات العدو والرؤية الليلية والدروع التفاعلية والمركبة وكذلك الأنظمة المتطورة للحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيمائية بفضل ضغط الهواء للعزل من الخارج والإطفاء السريع للحريق. يسمح نظام التتبع متعدد الأهداف للطاقم بالاشتباك مع أعداء متعددين وتدميرهم بمدفع أملس 125 ملم. الاستقرار الكبير الذي يتم الحصول عليه من خلال الارتداد الضعيف والتعليق الجيد يسمح بمزيد من الدقة. يتم تغذيتها بنظام تحميل اوتوماتيكي يحتوي على 39 قذيفة جاهزة للإطلاق ومدفع رشاش ثقيل ومدفع رشاش متحد المحور. تحتوي الدبابة على نظام حديث متكامل للتحكم في الحرائق مع معدات قتالية ليلية وقادرة على إطلاق العديد من أنواع القذائف المضادة للدبابات وكذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدروع. يبلغ مداها الفعال من 200 الى 7000 متر. هذه الدبابة مجهزة بمحرك بقوة 1200 حصان وتسير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة ويمكنها عبور المياه في الوضع البرمائي حتى عمق خمسة أمتار. على الرغم من مظهرها البسيط والعملياتي إلا أنه تستخدم أفضل التقنيات وقد تم طلبها بالفعل من قبل دول أجنبية لا تزال شركة هاكسيلا تعمل على مشروع الخالد وتم تقديمها خلال معرض إيوديكس 2018 نسخة حديثة تتضمن العديد من التحسينات بما في ذلك التحكم الرقمي في الحرائق مشهد رئيسي بأنورامي مستقل وسائل الرؤية الليلية محرك جديد من أصل أوكراني ودرع مركب جديد تم تحديث الدبابة بالتعاون مع الصين وأوكرانيا وتم تسليم الأولى في التاسع والعشرين من يوليو 2020 كان أسطول دبابات الخالد المتوفر بالفعل في عام 2012 يضم حوالي 500 وحدة في الجيش الباكستاني وبلغ معدل الإنتاج في عام 2017 ثمانية عشر وحدة في العام بالرغم أن الطاقة الإنتاجية تجاوزت خمسين وحدة سنويا بسبب قيود الميزانية تتمتع الدبابة بحركية عالية توازي دبابة اللوكيريك الفرنسية وبقوة الليوبارد الألمانية وتتحمل الظروف القاسية كملتي تسعين ثلاث رجال كفي لتشكيل الطاقم ولهذا السبب يفتخر الباكستانيون بها ولهذا يعتقدون انها تمنحهم ميزة على الارض تسعى اسلام الباد اليوم الى ترسيخ نفسها في سوق الشرق الاوسط كمورد للأسلحة وتسعى لاستبدال القوى الصناعيه خاصه في العالم العربي الخالد تعتبر منتجا رائدا في هذا الصدد بعد سريلانكا كانت المملكه العربيه السعوديه من بين اوائل الذين ابدوا اهتمامهم بهذه المدرعه حتى ان الرياض فكرت في شراء 150 وحده بتكلفه 600 مليون دولار بعد ان نجحت في اختبارها في الصحراء السعوديه ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء فعلي فيما يخص مشروع الاستيراد هذا وهو ما يؤكد ان سمع هذه الدبابه ليست مبالغا فيها وانه اذا لم تكن افضل دبابه في العالم فعلى الاقل ليس لديها ما تحسده على اعرق الدبابات سواء الروسيه الالمانيه او الفرنسيه Or comment on the subject. <laughs>